التغييرات الكل اللي قاعدين نشوفوا فيها فهمت يعني في تونس خاصة ممكن وفي برشا دول أخرى فهمت عربية بون تخلي المواطن يعزف معناها عزوفه فهمت صحيح ما قليل توا وليت تشوف معناها حتى في السفر حتى في أوقات الفراغ يمشي للقهوة وتلقى حاط رجل على رجل لكن ما تلقاش يقرأ ما تلقاش في دو كتاب ما تلقاش في دو جريدة جرايد تو ما عادش حتى شكون يشريها معناها واحد معناها بالمية شكون فهمتي كسل وإلا قلة وعي وإلا شنو؟ والله مش كسل ومش قلة وعي. أول حاجة ساعة المشاكل نتاع الدنيا والأولويات ولت تفرض على الإنسان برشا حاجات. الإنسان ولا من الصباح لليل يخمم كان فهمت يعني في النفقات نتاعو اليومية كيفاش باش يسلك غدوة كيفاش باش يخلصك الحاجة الفلانية كيفاش باش يشري كيفاش باش يوفر فهمتي ما عادش مرتاح مشاغل الحياة يعطيك الصحة ما عادش مرتاح في مخه دونك أنا تو باش نشوف إنسان شاد كتاب هكا معناها وفي قهوه ولا حاط رجل على رجل ولا فهمتني اون برينسيب تلقى مرتاح في مخه معناها تلقاها فهمت يعني كما نشوفوا لي زوروبيان ما عندهمش مشاكل ما عندهمش المشاكل اللي نعيشوها احنا توا احنا فهمتي تدخل فهمتي والله عندي فهمتي كذا وبطال ومانيش عارف باش نعمل غدوه فهمتي كذا شفتك المشاكل الحياتيه اللي ربما 90% قاعد يعيش فيها تونسي الفقر الهم البطاله فهمتي يعني هذيك الحاجه الاكثر حاجه فهمتي وهذاك علاش توك شفت يعني مستويات خاصه مستويات الثقافية بصفة عامة تدنت إلى أبعد الحدود خاصة في شبابنا معناها شبابنا عامك شفت حتى تلامذة متاعنا جميع ممكن تشوفوا ساعات يحضر باش يعديك ليكزامان جيستو وكهو معناه دوفوار فهمتني أما باش تلقاه يقرا باش يثقف ولا يقرا باش معناه يزداد معلومات ويزداد ولا معرفة ويزداد فهمتي كذا تلقاش هذاك علاش تو تعمل سونداج ولا تشوف فهمتي أسئلة ثقافية ولا معرفية فارغين شباب نتاعنا خاصة من 15 سنة فهمتي وانت طالع هذاك هذين سنة أبسط الأسئلة الثقافية والأدبية والفكرية فهمتي وحتى العلمية فهمتي تلقاه فارغ معناها بعد 10-20 سنة نجم نلقاو شكون يخدم في الإدارة؟ والله طبعا باش نلقاو شكون يخدم في الإدارة لك نجم نلقاو شكون تونسي جون من هذوما اللي جون هذوما ما قراوش وما عندهمش نيفو نجموا نلقاو مشكلة من بعد شكون باش يخدم لنا في هذيك المشكلة هي بديت ديجا المشكلة هي بديت لأن ما عندناش كفاءات نحن كون جات عندنا كفاءات اليوم في الإدارة نتاعنا كفاءات معناها ضمائر حية وقلوب معناها فهمتي وناس متشبع بالوطنية ومتشبع فهمتي كذا راهو الحال مش حالنا راك ما تمشي للإدارة تلقى شكون يضحك في وجهك مش تلقى شكون يكشر في وجهك وفهمتي والأوراق يبدا فهمتي يعني يلوح عليه علاش؟ ها؟ علاش هكاك يتعامل معك لأن لأكثر حاجة تثقف الإنسان وتربي الإنسان على المبادئ وعلى القيم هي معناها أكثر حاجة هي القراءة هي المطالعة هي تقرأ هذيك أكثر حاجة ربما يشوفها أنا تربي معناها بعد بينصير بعد الأم وبعد الدار معناها هيك القراءة وك الثقافة وك المطالعة عندها معناها عندها تكون متشبع معناها ها؟ يعطيك الصحة بالضبط يعني كنت باش تعرف برشا شيء باش تعرف شخصيات كبيرة من خلال أخلاقهم كيفاش وصلوا عملوا نجحوا في حياتهم وكونوا معناها فهمتي وعملوا فهمتي يعني برشا نجاحات معناها من خلال القراءة أنت تتأثر برشا قلت تجي نمشوا للدار نلقاو نقول السم معاملة ولكن قلة اهتمام يعطيك الصحة أبسط حاجة احنا علاش ما عادش توا في الوقت الحالي ممكن ما نعرفش العقود معناها لا 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 ما عادش نلقوا معناها هكا معناها شخصيات كبيرة كما نذكروا فهمتي كما هو بحذانا فهمتي هنا معناها لا دي فهمتي ابن خلدون كما الفاضل بن شيخ الفاضل بن عاشور كما بالضبط معناها برشا ادباء وبرشا علماء كانوا عندنا وبرشا معناها شخصيات كان علاش اليوم في العقود في فراغ بالضبط ما عادش تلقى ما عادش نلقوا فهمتي الشخصيات اللي تاثر معناها اللي يبقى فهمتي يعطي درس ولا يعطي خطاب يحاول يستقطب به العباد ويحاول ياثر به على الناس ويحاول فهمتي يعني ايطاليا قلت ما عادش فما وقت ما عادش فما امكانيات ما عادش فما العائله ربما تلات برشا حاجات امور حياتيه وكذا هذا المشكله هذا اثر حتى على روابط الاسريه صحيح ياثر عنده تاثير كبير على الروابط الاسريه عنده تاثير كبير بحكم كما قلت لك انت معناها تدني معناها المستوى الثقافي عنده معناها سلبيات وعنده معناها فهمتي ابعاد معناها تتاثر في كل شيء سياسيا في العمل في شخصيتك انت كيفاش نجم تتحكم في شخصيتك معناها في برشا حاجات راي الثقافه معناها هي اللي تبني الانسان هي اللي تبني القيم هي اللي تبني فهمتي نوان معناها اذا كان انت فارغ ثقافيا وفارغ ومخك تحسه معناها تنتظر معناها باش تغلط تنتظر عاش يكلم خو سنوات يعطيك الصحه فوالا معناها ممكن تتعرض الى العديد الاخطاء وعديد المشاكل ما تنجمش تحلها
فهمتني؟ عديد معنا ابسط المشاكل فهمتي تعرض لها ما تنجمش فهمتي ما تنجمش تحلها وما تنجمش فهمتي يعني واحد فهمتي. في المقابل في المقابل العائله والافراد العائله ولا انا ولا غلظه في القلب هذه نتيجه ماديات ولا شنو كيف انه الاخوات والعائله وليت سوليد برشا بسوليد وليت ريجيد يعني ما عادش الخوي يسرى لاخوه ولا فما عادي لا مبالاه باش تبقى ثلاثه عام ولا حتى اكثر ما يحكيش مع اخوه. راهو المشاكل والله اللي تقول فيها توا يلزمها دراسه معناها يلزمها دراسه كبيره ودراسه معمقه معناها هذاك علاش توا فهمت شفتوا المجتمع نتاعنا مهدد بكل شيء معناها شفت فهمتي الانحراف اكشفت معناها التشرد اكشفت معناها الادمان اكشفت معناها الجريمه كيفاش اكشفت العنف اكشفت فهمتي برشا اشياء راهو يلزمها دراسه وهذه مرتبطه باش مرتبطه بسياسه الدوله خاصه سياسه الدوله اذا كان سياسه الدوله مبنيه على اسس صحيحه ومبنيه على فهمتي وطنيه ومصداقيه ونزاهه والله العظيم كل شيء يتصلح في البلاد.